ان يترفع مستوى المحطات بتاعتها. خطه للمدارس بتقول ان هيئه الامنيه التعليميه قررت انها تنشئ مدارس في الحته دي والحته دي والحته دي، علما ان في مناطق ثانيه ولادها قاعدين على سلالم او في احواش بيوت عشان يتعلموا. اذا المركزيه يجب ان تبقى في حدودها المركزيه، وان اللامركزيه لابد ان تاخذ مكانها. العالم كله تقدم باللامركزيه الاداريه في المحليات، وانا اعتقد احنا عملنا وحده للامركزيه في وزاره التنميه المحليه، كان انشاها ربنا يديله الصحه الوزير محمد عبد السلام محبوب، ثم تولينا كلنا رعايتها بعد ذلك وحتى الان، عشان ان شاء الله يكون على راس ما يناقش مجتمعيا. وده برضه مهم جدا، ان لا تسنر قوانين في غيبه عن الشعب. طالما بنتكلم على قضيه من القضايا اللي تهم الشعب كله زي الاداره المحليه، يبقى لازم الكل يجتمع عليها، الكل يناقشها، الكل يقلب يداره، ثم ان شاء الله تجد طريقها في المناقشه عندما يتكون المجلس النيابي اللي نرجو ان احنا ايضا نرى جزء من حضراتكم فيه. ان شاء الله. في احيانا يا هناك بعض القرارات الوزارية التي تنفع التنمية المحلية. على سبيل المثال، حضرتك كنت محافظ في الفترة دي، لما صدر القرار بتاع الوحدات الصحية أو المستشفيات التكامل وحولها إلى وحدات ليفية، رغم إني رغم إن المستشفيات التكامل دي يوم اتعمل بيها هدف تنموي درجة تانية من المستشفيات العامة، حسيت تجذب جزء من النواحي العلاجية، ده أصدر شغل مجتمعي في حاجة خدمية، حاجة أساسية لعمل المحافظين. وده لا يتزال هناك قرارات وزارية، يعني لو أنا عضو مجلس محلي بكل تدرجي، أعلى حاجة في المحليات المحافظة، ما يقدرش إن هو يحول هذا القرار. شكرا. هذا الموضوع هو في مستشفيات اللي حضرتك بتتكلم عليها بقت فضله فاضيه دلوقتي، فيها اساسها ومقفوله بالمفتاح، لان ما لهاش، لان هو في وزير تاني بيؤمن بعمليه مركزه العلاج في مستشفيات كبرى يقدر يوفر لها الادويه والاطباء وكده، ما يقدرش ان هو يتحرك على كل حاجه ولا يقدر يسمح لان في المراكز الصغيره كبرى عمليات الى اخره. انا قررت على فكره اخلص، احنا بقى ساعه، انا قربت اخلص عشان اخلي الثانيه متهيألي اخر واحده النهارده مش كده، فبدل ما نبدا نشرب وراحه ونرجع احنا ناخد مناقشه عشان حضراتكم لا انا فهمت السؤال بعد اذن حضرتك. لا انا مش انا ردي مثال، ولكن انا اقصد الحقيقي ان القرارات الوزاريه احيانا هو يقصد نأجل يا أستاذ المثل اللي بيقول يقصد نأجل لبعد. أهل مكة أدرى بشعابها، ده مثل مظبوط 100%. أنا بقول لحضرتك أنا شخصيا وأنا عينت محافظ، عشان مدير محافظ رؤيتي لهذه المحافظة في الأشهر الأولى غير رؤيتي لهذه المحافظة في الأشهر الأخيرة. أنا نفسي كثقافة وتعلمت قضايا المحافظه من المحافظه ومن الناس في المحافظه، لان طبعا اهل مكه ادرى بشعبها. انا عموما انا بس عايز اتكلم بقى على اهميه المشاركه ووسائل المشاركه لحضراتكم، بس انا الحقيقه سعدت جدا لما جيت ولقيت ان حضراتكم اضواء في احزاب. ده شيء هايل، انتوا خدتوا خلاص القرار. لكن الحقيقه الاحزاب لوحدها مش كفايه. انا شايف خصوصا اللي عندها قدرات، هو مساله الجمعيات الاهليه، ده المجتمع المدني ده
الدنيا قايمه عليه دلوقتي. حضراتكم عارفين المجتمع المدني اهم كثيرا جدا في دول العالم من المجتمع الرسمي. والمجتمع المدني حاضر، المجتمع المدني حاضر، قضية المرأة للعمل الجماهيري هاي تضم كل الجمعيات. يعني انا ارجو لما نفتح حضرتك برضه اتكلمي على الدور، لان هو احنا يعني احنا لازم نبص في فكر بعض. هو لا يمكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان خلونا اتكلم على مجتمع السياسه عموما من غير مرأة ولا رجل. اللي بيحصل ان الرجل بيبقى، حتى انا شفت كتير من النواب حتى مش عايشين في مصر، يعني عايش في احد الدول الخليجيه بيشتغل مش عارف ايه، فجات الانتخابات وهو عايز يجي يستثمر في بلده، فيجي على فتره الانتخابات يديها رشه جريئه ويجيب ويمشي مجموعه من الهدايا والموردين ولا ثم يصبح قد يصبح هو اللي بيمثل هذه الدائره، اللي هو ايضا واخد كل الوقت براها ومش فاضلها ولا حتى هو عنده وقت يفهم حواليها. المساله دي انا بعتقد ان يبقى في خير جدا لكل ما فعلنا لو المساله دي فعلا نما وعينا ونما دورنا، لان لازم الناس مش تحس بمن هو مرشح اذا بدا الترشيح، انما في اسماء الناس حاسه طول الوقت ان هي بتعمل ليها ولصالحها، ومش بالضروره انها بتنفق الملايين ولا حاجه. يعني انا شفت سيدات لما ناس ولمين بعضيهم وبيمحوا امنيه ناس، عظيم جدا. شفت سيدات تانيه عاملين عمليه تعليم البنات الخياطه والحاجات دي عشان يكسبوا من وراها رزق ليهم، حاجه كويسه جدا. شفت سيدات قايمين بتوعيه في الصحه الانجابيه بالنسبه للسيدات، حاجه عظيمه جدا جدا. وهكذا يعني شفت سيدات بتعمل افراح للبنات وتجوزهم وتسطرهم، شفت سيدات بتشارك بجهدها مش ضروري بمالها في جمعيات الايتام واللي فيها الجمعيات الاهليه، حتى من غير جمعيات الاهليه حتى من غير. يعني انا بقول لحضرتك انا بتحضرني تجربه شفتها لسيده في سوهاج. هذه السيده الفاضله يعني كانت تسهر دائما على خدمه اهلها. الست دي من مركز في سوهاج اسمه البريان، معرفش ايه البريان، البريان بقوا جامدين قوي. البريان مش في عهد الاستاذه لانها لسه شباب صغير من دور بلدنا الصغيرين، انما في الجيل اللي قبليها كانت البنت لما بتوصل لسن 11 سنه بيلبسوها ملابس الولد، وما يقولوش ان عندهم بنت، يقولوا ان عندهم اولاد. قدره على مراوغه على اهلنا وادبهم. انا بتصور ان جمعيه اهليه او كده او من خلال الدور اللي بيبقى في القريه. انا جمعيه اهليه في مصر القديمه. جمعيه ايه؟ بكفي اليتيم في بيته، ما عنديش جار يتيم، عامله مشروع كفيل، عملت تزويج 1000 عريس وعروسه، عملت لهم فرح في نادي المولودين العرب، وحضر حماده هلال، وحضر سمير الاسكندراني، ده بالنسبه للجمعيه. عملت بروتوكول تعاون بيني وبين وزاره الصحه في الصحه الانجابيه والام العربيه، واختنق اناث، وعامله ندوات، وعملت بروتوكول تعاون مع كذا جهه، عاملة بروتوكولات تعاون بيني وبين الأطباء بتاعت المانيال والجيزة ومصر، على أساس إن أنا ببعت المريض بورقة بختم من الجمعية ما بيدفعش فيزا تحت الدكتور، وبنجيب لهم بقى على البس. هي بتبقى المشكلة الوحيدة اللي بتقابلني العلاج، يعني العلاج فلوس العلاج
يعني انا ببعت المريض للدكتور، الدكتور ما بياخدش منه فلوس، انما بيجيب لي روجيتا. انا بجيب على قد ما بقدر، بس ما بقدرش اغطي المنطقه كلها. عموما يعني انا عايز اقول لحضراتكم اللي بيدي قيمه للانسان يعني هو في حديث بيقول خيركم خيركم لاخر باللي فوق باللي ورا والاسمر باللون باللون الاول. انا حاربه حاربه بس عشان كلنا نقدر او نستمع لبعض. قال تصاميم الاختصاص حضرتك تصاميم الموضوع المدير عن المركزيه الاداره المحليه، ايه عيوبها؟ اعتقد ان لها عيوب زي ما ليها مميزات. المركزية لكن نقدر بالمثابرة ان احنا نحقق مزاياها الكبيرة ونقضي على عيوبها. منها في اللامركزية ان ممكن يبقى المتوفرة يعني تبقى محدودة شوية. في حد هنا من الوقت الدراسات والتأهيل وكده قليل شوية، فنقول عليها بعض كبار القوم في الوحده المحليه في الحته ويجريها صحيح. وعشان كده لابد ان اللامركزيه تتم. الاثنين بيقوي الرقبه بيقوي الكتف، بيبقى لصالح الجسم كله مش عشان ينفصل عنه، وبقدر قوه اعضائه بقدر قوته هو نفسه. دكتور معلش عندي سؤال مكمل لهذا السؤال، في سؤال مكمل في الموضوع ده. في دلوقتي رؤية اسمها 712 مصر 712 لو حضرتك سمعت عنها، وفي برضو الإخوان المسلمين اقتبسوا منها. الفكرة انها بتقسم مصر، في ناس قسموا مصر ل 12 إقليم، وفي ناس قالوا 10 اظن في انه يعني الإقليم مثلا بالعرض اقاليم يبقى ليها مدخل على البحر مع مجال التوسع مع مشاريع تنموية، وإنه ده أفضل تركيزا. الفكرة دي في رأي حضرتك موضوع الأقاليم ده، في ناس بتقول ده حيادة على تقسيم مصر بعد كده أو كده، ولكن حضرتك قايمة كده. لو قريتي قانون المحليات الحالي هتلاقي تقسيم الأقاليم الاقتصادية. ولو شفت التجارب اللي هي معمولة في دول المتقدمة في المحليات هتلاقي فيها تقسيم الأقاليم الاقتصادية. هي مسألة أن يكون ذلك مؤثراً على ذاك، ذلك مؤثراً على ذاك، دي مسألة فيها يعني نوع من أهمية المراجعة الوطنية للطريقة. فأنا بتصور إن تقسيم الأقاليم أنا من المتحيزين ليها، من المتحيزين لأني خصوصا إذا كان التقسيم مبني على دراسات اقتصادية عشان يحققوا بعض. يعني مثلا حضرتك خلينا نقول السياحة، تقدري تعملي سياحة في أسوان من غير ما تعمليها في الأقصر، تعمليها في هنا أو سوهاج من غير ما تعمليها في الأقصر. إذا عند التقليد هنا يتكامل مع بعضه تقدر توفري له المناخ يقدر يحقق الانجاز. أنا فعلا هو بيختلف الاقليم من الاقليم بالنسبه للاقتصاد. يعني بالنسبه للسياحه عندنا في اسوان واقفه عموما، يعني ما فيش اي وسيله ثانيه غير السياحه، يعني المحافظه كلها واقفه على السياحه. حضرتك اسوان؟ انا اسوان. النقطه الثانيه ان دور المراه اللي هي كانت بتتكلم الاستاذه عن الجمعيات الاهليه، هو دور المراه بيبتدي في كل فتره ايه المناسب ليها. يعني مثلا انا حقوق عن شرف بالنسبه للاقليم الاسواني مش هيديني، ما فيش حد هيجي يديني قضيه، فاعمل ايه عشان ابرز دور المراه؟ عملت مركز تجميل نجحت فيه جدا لان ما فيش في المحافظه، والدرجه ونجاحي فيها ان جاب القناه الاولى زمان، يعني شوف ازاي توصل مراه في الجنوب وجم صوروا معايا في الفتره دي. عدت المرحله دي الست لازم تتماشى،
فبرضو التنمية البشرية المرحوم إبراهيم الفقي برضو استشهد بيا نفسني وبخدت التنمية البشرية. بالنسبة لبعد الثورة شاركت في ثورة 25 وجينا وقعدنا في القيم وقمنا بيها دور وبعدين نشوف ايه المناسب. برضو قمنا في لجان شعبية مع المحافظ لان تعرف الفترة دي كلها كان بيبقى في اضطهادات جامدة للكويس والغير كويس. فوقفنا مع المحافظة مع المحافظ لحد ما ابرز دوره اللي بيساند بيه البلد. طبعا ده دور مهم للمرأة مش هتبقى الحالي طبعا فطبعا في اتجاهات رافضة من غير ما تقعد معاه ولا تسمعه وانت عارف طبعا الفترة دي احنا بنبرز الدور الايجابي عشان ما يقولش الست مش فاهمة اي شيء. وفعلا لحد دلوقتي قدنا بالنسبة للجامعات الاهلية قمت بدور ادور على الست المعينة والارملة بالمعنى الصح الاولى بنعمل. وفعلا قعدنا مع الراجل ده وكلمناه على دور المرأة عملتي فيه ايه؟ والله يطلع 1000 شقة لأولى بالرعاية السيدات، وأنا عملت جمعية التحدي النسائية في أسوان للجماعة دول. دلوقتي أي مساعدات لسه هنقوم بيها بحيث نبرز وسميتها التحدي إزاي الست دي عندها طاقات وعندها إبداعات بس ما حدش حاسس بيها إلا إزاي نتبرع لها، إزاي مش عارفة إيه، برضه بينقصوا من قيمتها. وده الدور اللي كل ست لازم تخلي كرامه للست بتقوم بدور تطلع ايه الموهبه والابداع اللي فيها. دي الخطوه الايجابيه اللي تكون للمراه دلوقتي. تجربه رائعه جدا جدا يعني ما سبتوش ناس في شهادتك وشفتي ايه النشاط اللي تعمليه ثم ابتديتي تتطلعي منه الى ان تفضلي. اتفضلي. معلش هو مش الدور انا واقفه والله مالي ساعه انت بتقعدي هنا شايفيني بقى انا واقفه يعني بعد ما قال لي عينك عليك لا لا حسب السؤال ما انا سؤال على فكره انا كل حاجه بسيطه هو حضرتك لما اتكلمت عن المركزيه وقلت ان هم قالوا مثلا هنبني هنا فين المدارس فحين المنطقه دي مش محتاجه بس في منطقه ثانيه هل مش من حق المحافظ او اللي ماسك المحليات ان نغير التفاهم معهم من هذا المكان الى هذا المكان طالما كل مصلحه الناس. الحاجه الثانيه التجمع الاول موجود فيه مستشفى ومغلقه بدون معرفه سبب، مستشفى كامله من كله التجمع الاول هنا التجمع الاول فيها مستشفى ممتازه ومعموله وكامله من كله ومغلقه الى الان بدون اسباب والمنطقه كلها اصلا ما فيهاش اي خدمه تقدم لهم الخدمه دي الا المستشفى اللي عاملاها الدوله. بس شكرا. هو رئيس جديد ومش المجلس المحلي القرار الجديد هو اللي يقرر الاشياء خمسه فين وفين الحاجه اللي فاتت. ما عنديش مقرر ما عنديش لا ما عنديش طب سؤال هو سؤال بس البقال الاقوى هنا على فكره لا مش اقوى انا بقالي ساعه واقفه دي مش شايفه مش سؤال هل احنا مؤهلين ان احنا نبقى لا مركزيين بدرجه 100%؟ ولو احنا مش مؤهلين ان احنا نبقى لا مركزيين في الادارات المحليه، هل تيم زعم بيجيب المركزيه مع لا مركزيه بس يطلع يعني جوده عاليه للمحليات وللمتولين النواب ولا التنفيذيين؟ بخصوص ان احنا دلوقتي رحنا بصينا وضع مصر الحالي، انت دلوقتي عشان تعمل حاجه لازم تروح لمديرك، حتى لو انت ذكي انت محبط ما تقدرش تعمل اي حاجه. ولا تقدر تفكر واللامركزيه يعني شروط اللامركزيه اللي انت عندك قياده وعندك ليدرشيب سكيلز اللي انت ممكن تمشي وتطلع قدام من غير ما ترجع لحد والبيوكراسي اللي احنا عايشينها دلوقتي. فاحنا مؤهلين ان احنا نبقى لا مركزيين توتالي ولا ممكن في نظام يبقى مركزي مع لا مركزي على اساس ممكن الخمس سنين الجايين ممكن نشوف مصر لا مركزيه تبدا من المحليات بعد كده هتكبر. لو آمن إنسان بذاته لأتى في الكون أقصى على ذاته.
ماشي بقى. استنى بقى لما نتكلم. لا ليه بس هتكلم. اللي هيحكم على مين؟ لما تتكلم تحليل. الشعب المصري اللي عمله ده العالم كله بيقول احنا عايزين نتأهل زي الشعب المصري. شعب بثورة سلمية صحيح بعد كده حصل. نزيف دماغي. طبيعي ذلك من بعض وحصل من عدس لكن وقت سلمية 100% كانت وقت التراجع. عايز اقول انا عايز حياه احسن. اذا انت ما عملتيش الوقفه دي المحافظات بس يعني وقفه افراطيه يعني ما عملتهاش بقناعه ان دي قادره وحتى لو صرت النهارده هصحى عمري النهارده انا ما كنتش ولا كنت رحيم. هي هي ما فيش يا مريم معلش هي حضرتك حواليه
هيبتعد وهيبتعد وهينفذ اللي هو مطلوب. وده هنرجع تاني للرقابه الشعبيه. الرقابه الشعبيه لابد احنا بدايه نؤمن بيها. يعني ما نقولش عايزين رقابه شعبيه ونتكلم بروح الرقابه الرسميه. ما ينفعش احنا رقابه شعبيه، المجالس المحليه دي رقابه شعبيه. إذا أخذت دورها بقوة يعني لن يستطيع أحد أن يصل إلى بالنسبة معلش معلش الكلمة دي دي واحدة مش لا أنا مش سؤال، إحنا بنتكلم للمركزية ولا مركزية اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ المركزية ولا مركزية سيادتك اللي إحنا بنتكلم عليها؟ لو إحنا حطينا الرجل المناسب في المكان المناسب إحنا هننجز وهننهض ببلدنا، ولكن اللي بيحصل للوقت الراهن والوقت السابق ان هو بيبقى فيه فصيل معين بيبقى عايزين هم دول اللي ينهضوا فيهم ايا كانت خبرتهم. وعلى سبيل المثال في الوقت الحاضر الدكتور ياسر علي، الدكتور ياسر علي ده دكتور امراض جلديه، ماله مال المعلومات والثقافات والحاجات دي؟ حطه في مكانه في المستشفى هيديك مرض هيخففك مريض هيبقى انسان منجز في مكانه، ولكن تاخده من الطب تحطه في التكنولوجيا ماله مال التكنولوجيا؟ احنا دلوقتي لو حطينا بتاع التكنولوجيا في التكنولوجيا والدكتور في المستشفى والعامل في المصنع هننهض ببلدنا. ده المركزيه اللي سيادتك بتتكلم عنها ولا مركزيه؟ احنا اللي بنهضر حقنا بنفسنا واخد بال سيادتك؟ لكن لو حضرتك في موقع مسؤوليه بصيت لبلدنا ان هي بلدنا ازاي ننهض بيها تحط كل واحد في مكانه صح. لكن دلوقتي الفصيل السابق بيحط حسب القرايب والحبايب والخلاف، وفي الوقت الحالي القبيله الاخوانيه القبيله، انا مسميها قبيله مش عشيره، لان العشيره دي ناس عايشه في وسط مجتمع شايفه اللي حوالين منه، انما القبيله مقفوله على نفسها بس مش شايفه غير نفسها بس. وشكرا. روح البيت الاهلي ده معلش هيبقى هنا الكلام هنا وبعدين هنرجع مره ثانيه. حضرتك لازم تعرفي ان الحركه الوطنيه ودي مساله ارجو ان تنتبهوا ليها. الحركه الوطنيه هي تعبير عن تيارات مختلفه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. ومؤكد ان من اقصى اليمين الى اقصى اليسار كل له اسبقيات. والشيء الاكثر تاكيدا في العالم كله ان هذه الاسبقيات لا تتفق بل تختلف. لكن المهم ان نوجد الوسائل الصحيحه والقويه لكي نحتكم لها. ودي احنا لازلنا في بلدنا في طور التطوير حتى نصل الى هذه الوسائل. اتفضلي. السلام عليكم دكتور حنان العزب، مركز البحوث الزراعيه مع الاراضي والمياه والبيئه، داخل حديثا في حزب الكرامه بقالي شهر. الحقيقه انا بقى هكلمكم في منظومه ثانيه خالص. الاول هنطلع من فوق، عندي مشكلات اقتصاديه داخله عليها هي الطاقه والميه، فعايزين نشتغل في منظومه ازاي نرشد الطاقه وابتدي احل بدلها بالراحه الطاقه الشمسيه البديله على المستوى الاقل وعلى مستوى الفلاح اللي مش لاقي يروي الارض اللي احنا ناكل منها. ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني عايزين نعمل نظره ثقافيه جديده للسياحه. حضرتك قلت ان جنوب سيناء خاصه بس ما فيهاش غير سياحه، الحقيقه احنا عاملين مراكز يعني بحث خطير جدا انه هنشتغل السياحه فوق الجبال، وطبعا شفت تركيا والناس دي، وبعدين جزء الميه اللي احنا بناخد السواحل ونشتغل عليها القريه ونقفل البحر على الناس الغلابه ما يشوفوش، لا احنا هنخلي البحر قدامه مفتوح وهنزرع وبعدين هخش على الرعي. يبقى عندي ثلاث منظومات في المنطقه، السياحه فوق الجبل لو وقفت يبقى عندي رعي تحت، يبقى عندي زراعه، الثلاثه بيشتغلوا في نفس الوقت. لازم نغير افكارنا للمرحله الجديده ونشتغل فيها كلنا مع بعض. الجزء الثاني بقى ان احنا عايزين نشتغل جزء ثاني في البيوت والمنازل، ان احنا نشتغل الزراعه فوق المنازل وفوق السطوح وفي البلكونات، لاني انت لو عملتي شويه جرجير او بقدونس او ريحان وخدتي الحاجات دي هتستفيدي منها وهتعلمي ولادك يعني ايه يزرع ويعني ياخد منظومه اقتصاديه. الجزء الاخير اني عايزه ازرع في الشوارع،
اشتغل اشجار منتجة. عندنا شجرة اسمها المورينجا، شجرة دي معجزة بتدي كل حاجة لبني ادم، بتدي 8 شهور ازهار لو اشتغلنا عليها نحل، وممكن ادخلها في المدارس في الشوارع، هاخد منها تغذية بروتين كامل جدا. وبيزداد ومجتمعنا منهار بسبب هذه المقولة. حضرتك الأخت ماجد قالت فعلا العامل المناسب في مكانه مناسب. لو حضرتك كان محافظ بيلحظ الملحوظة اللي حضرتك لاحظتها دي، المشاريع المضللة، إن حضرتك قدموا لك مشروع وأصلا المنطقة اللي هي متقدم لها المشروع ليس يعني محتاجة خدمات. وفي أماكن أخرى حضرتك بتشارك في الموضوع ده في البيئة، في حل البيئة، بس اللي يفهم بقى يعني في محافظين عندهم أمانة كتيرة زي حضرتك، كانت مصر ما وقعتش كده. وشكرا. أنا عايز أقول لحضرتك يعني إحنا جبنا سيرة اسم سمير يوسف ومصطفى السيد في أسوان. سمير يوسف يعني من الناس يعني رحمه الله، هو تعرض لحادثة بعد ما ساب المحافظة وتوفاه الله يعني، وحتى بعد ما توفى ابنه في حادثة أخرى بعدها سياسيا. لكن هذا الرجل أسوان كانت حياته وعمره، وهو على فكرة مش من أسوان، هو من أسيوط، لكن كانت أسوان حياته وعمره قضية وناضر وقاتل يعني المستفيدين من الآثار وتهريب الآثار وحفاظا على 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 مصالح أهل الأسوار. وأعتقد أن مصطفى السيد مع كل ما تعرض لي في الفترات الأخيرة برضو باقي على على نفس هذا الموضوع، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. أنا بس عشان إيه بص حضرتك برضو مرة تانية، الرقابة الشعبية الحقيقية هي المدخل الحقيقي لكي نتقدم ولكي نرعى أهم قيمة يجب أن تظهرنا جميعاً، وهي قيمة العدالة. قيمة العدالة لو حضرتك شعرت بيها وشعرت بأي حاجات تانية ناقصة، والأستاذة شعرت بيها في السويس، والأستاذة شعرت بيها في التجمع الأول، والأستاذة شعرت بيها، قيمة العدالة دي لو ظلتنا نستطيع أن نتحمل كل شيء وأن نحوله إلى خير. إنما لو اتهزت دي بتهزي كل حاجة معاها. اللي يوفر ده هو الوعي الشعب، الرقابة الشعبية، بس مش بمسك الطوب وقطع الطرق، إنما بحوار ديمقراطي قوي. الناس نسيت أن الحوار الديمقراطي القوي أسقط نظام ونجح ثورة. صح. من غير لا طوب ولا مسقوط، ناس وقفوا قالوا لا احنا عايزين ده، اللي لازم نرجع له كلنا، والا هنبقى كل واحد بيبني طوبه في 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 جرح مصر اللي احنا فيه، بيرمي طوبه في نفسه اللي هيتعور ده اخوه. خلاص احنا خلصنا، خلاص كده جبناها. انا سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، متشكر قوي.